اثرت بداياته حتى قبل ما نشوف الاداء في الملعب تحت قيادته رسميا وهو واقف بيدير امور الفريق على الخط كمدير فني في الفتره الجايه بدءا من يوم 28 ان شاء الله، بدايه تفعيل مهمته رسميا مع الفريق، انه هيكون قادر على كسب وجه يعني حب وود الاعلام والراي العام والجماهير من تعامله وسماته الشخصيه. من تعامله الاول وكمان حتى لو رحنا للجانب الفني، لا مدير فني بيعرض عليه النادي الاهلي بحسب معلوماتي يعني، فبيقول اعرف الاهلي فهو يعني من الكبار في البطولات طبقا للرانك العالمي، ومن ثم يقول كمان انا عارف الكره في افريقيا وعارف انه ده المورد الاساسي لمنتخب مصر، وبالتالي كمان يوقن هذا فيرجئ الكلام 24 ساعة، بمعنى انه مفيل الشغل وعايز يشوف، شاف فعلا وما اعلمه انه هو جمع داتا بالاضافة للوسطاء بعتوا له ما ارادوا، اعتقد 6 مباريات، ومن ثم قال لا ده الموضوع بقى كبير، وباتت ليلته الثالثة أو زي ما بيقولوا 72 ساعة إلى أن قال أنا متأكد من معادلة فيها نجاح، ومن ثم أنهى المفاوضات بوصوله للقاهرة فورا. دي بداية بتقول أن الراجل ده جاي يشتغل، حتى يعني ولو أنه كلام متعاد هناك من استطاع التقاطه، يعني اللي هي فكرة أنه جاي على الشغلانة، جاي على الصنعة، جاي على الملعب، لم يلتقي أولا المدير ولم يعني يكن هناك ما يسمى بروتوكول الضيافة في صالونات النادي أولا أو واحدة من قاعاته، لكنه راح على الشغل أولا، راح على حجرة الملابس، راح ما كانش حريص قوي على البعد أو الطابع والشكل الرسمي للاستقبال، اللي هو كان بعدها هيروح برضه، لكنه هو جاي بدأ مفعم بالملعب. أيوة جاي مفعم بما يبدو رآه من مباريات قدر يتابع منها، ماتش ماتشين مثلا لو قلنا، لأنه خد معاه كمان سيديهات أخرى وراح الملعب من هنا من مصر اتفرج على الماتش الأولاني، وأعتقد كمان أنه هو تابع مباراة اليوم، ما ظنش أنه يفوتها يعني أو حتى انتظرها مسجلة، تابعها لأنه ده يفرق معاه بقى، يفرق معاه أنه يشوف الشغل وهو بيتعمل. الناس طموحها بيزيد لما الأيام بتقرب ولما بتسمع عن لاعبين جدد وعن آخرين. هنا في تميز على فكرة بالنسبة حتى للاعبين اللي قلنا ان هم ممكن ما يكونوش من تلك الشريحة التي تسكن الجزيرة الحمراء، لكن الحقيقة ما ترصده عن هؤلاء يعني اللاعبين انه لا متخاذل منهم، لا يمكن ان يكون الا بذل جهد مضاعف، لكن خلاص هو مش من سكان المنطقة دي، ففي حالة كده ما بتنفعش. هنا حضرتك بتفرق بين لاعب مقصر ولاعب مجتهد، ولكن امكاناته قد تكون محدودة او مش اعلى امكانات، لكنه يعني قدم الحقيقة ما يمكن ان يقدمه لاعب كرة واثق في قدراته مهما كانت العلامة اللي هنديها له، ايضا جعل الجمهور يحترمه حتى لو لم يحب وجوده في النادي، مش لم يحبه، لكن هو احترم عدم تقصيره واجتهاده في النادي، وحتى لا يعزو ابدا فكره وجوده في النادي للاعب نفسه، بيتكلم عن من اتى به قبلا، يعني ده ربط يعني بيبقى دايما في النادي الاهلي. كلام حضرتك مهم جدا، هينقلنا لاكثر من حاجه مرتبطه بمباراه اليوم. اولا عشان نبقى بنوضح لحضراتكم بعض المفاهيم قد تكون بتنقصنا بعض المعلومات عن طبيعه الملعب وعن الجو والطقس ودرجة الحرارة هناك، رغم الخبرات الكبيرة اللي بيتمتع بها النادي الأهلي في التعامل مع مناسبات مشابهة أو مباريات مشابهة على مدار أعوام. أثيوبيا صعب جدا. ده بقى اللي عايز أكلم حضرتك، هنقول مجموعة من الأخبار، التصريحات اللي صدرت بعد المباراة، تعليق من الجهاز الفني والجهاز الطبي، حضرتك تعلق عليها لتوضيح بعض الأمور اللي ممكن تبقى المعلومة مش كاملة عند المشاهد وهو بيحكم أو مؤكد. مش راضي عن النتيجة. هنا الكابتن محمد يوسف بيشكر اللاعبين، بيقول كل الفريق إنه كانوا قدر المسؤولية وعلى قدر المسؤولية واجتهدوا ولم يقصر أحد، لكن ظروف الطقس ونقص الأكسجين أثرت جدا، وبيقول على فكرة الفريق ده أنا توقعت مباراة العودة على ملعبه هتبقى صعبة، لأنه شاف أنه عنده بعض الإمكانات وعنده تمويل جيد أدى إلى وجود بعض العناصر، حتى لو الفريق ما عندوش الشهرة والاسم والتاريخ المناسب أو موازي للنادي الأهلي أو قريب من مستوى إنجازات النادي الأهلي، لكن كابتن يوسف بيقول الفريق ده عنده إمكانات هو توقع من خلال متابعته في المباراة. على فكرة رأي حضرتك إيه في صناعة كرة القدم؟ طبعا محمد يوسف خبرة متعاظمة في مجال كرة القدم، لكن
الطقس في اثيوبيا ليس جديد. انا طبعا متاكد انه الطاقم الفني والطبي اكيد يعني ارى اذا احنا اللي مش في الشغلانه الا مراقبين قاريين وعارفين انه لابد لك من تاقلم ما اعلمه من 8 ل 11 يوم، يعني اذا كان الكلام يعني علمي قوي، حتى تستطيع ان تدرك الفارق لانك بتلعب فوق مستوى سطح البحر من 23 ل 25 الف قدم. واعتقد انه الجمهور دايما بيسمعها لكن لا يدرك انه الاكسجين فعلا بيخلص فجأة، فقد تجد لاعب لا يستطيع ان يجري لقرابة الخمسة ياردة، ده كلام حقيقي، ممكن في اخر المباراة تلحظه في بعض لانه مش متأقلم على بذل نفس الجهد في الظروف دي. لا يمكن لا يمكن. وهناك وقعة شهيرة، كان في منتخب وكان في أكثرية من نجوم الأهلي منتخب شباب، وفي التصفيات أمم أفريقيا للشباب وقتها مع الكابتن حلمي طولان، وده راجل يعني لما بنقول عليه كمدرب مصري بنقول دايما أنه بطعم الأجانب، يعني مدرب ملتزم متزن، كسب هنا 5-0 في الأوقات ما بعد 45 دقيقة الأولى بدأ التراجع في الأكسجين، وبالتالي خسر منتخب مصر 5-0 ولولا ضربات الجزاء لودع البطولة في مشهد دراماتيكي جدا جدا. وبالتالي هل كان هناك يعني وقت مناسب للتأقلم علشان يظهر الأهلي في أقل مستوى للخسائر، وبالتالي يعني هدف واحد ضمن الصعود؟ هل كان يجب أن يصل الأهلي مثلا صباح يوم المباراة؟ دي الحاجات اللي السؤال فيها مش هيبقى ملحة قوي، لأنه النتيجة عبرت بالنادي الأهلي وجمهور النادي الأهلي الآن مقتنع وراضي باللي انت بتحققه ما دام في تحقق باللي تحقق. اذا كان يتمنى ان ده يبقى مصحوب بنتيجه جيده في المباراه هناك، كان يتمنى، ولكنه عايش على امل انه القادم افضل.